الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم يا اعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي بمدارس دار الثقافة الاهلية. اهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات. درسنا اليوم يتكلم عن الجمع. فكرة هذا الدرس يا اعزائي تعتمد على ان الاجمع اعدادا تتكون من عدة ارقام كما درسنا في الأعوام السابقة. فلنقرأ سويا مثال استعد. النموذج المجاور يمثل 135 101 في المئات 5 بالآحاد 3 عشرات تعني 335. نريد جمعها زائد 127. الخطوة الأولى هي تقدير الناتج. هل من الضروري إعادة تجميع الآحاد؟ كيف تعرف ذلك؟ إن شاء الله سنتعرف عنه في هذا الدرس بإذن الله. وهل من الضروري إعادة تجميع العشرات؟ كيف تعرف ذلك؟ من خلال هذا الدرس أيضا بإذن الله. أحيانا تكون إعادة التجميع ضرورة عند الجمع كما سنرى. أوجد ناتج 6824 زائد 349. أول خطوة يا أعزائي هي ترتيب هذين العددين رأسيا تحت بعض. الآحاد تحت الآحاد، العشرات تحت العشرات، المئات تحت المئات، الألوف تحت أحد الألوف. وإن كانت المنزلة غير موجودة نتركها فارغة. ثاني خطوة هي تقدير الناتج. نقرب هنا إلى أقرب 100 ونقدر الناتج، لأن 349 تقرب إلى أقرب 100. في 2 ما تعطي للـ8 شيء، نستبدل الـ2 و4 بأصفار، فسيصبح تقريبها 6800. في 4 ما تعطي للـ3 شيء، وسنستبدل الـ4 والـ9 بأصفار، فيصبح تقريبها 300. وجمع هذين العددين 0 زائد 0 0 0 زائد 0 0 8 زائد 3 11. لا نكتب 11 كاملة، نكتب 1 وباليد 1 يطلع على 6، فتكون 1 زائد 6 7. فيكون ناتج تقدير جمع هذين العددين هو 7100. ما هو الناتج بالضبط؟ 4 زائد 9 13 3 وباليد 1، 1 زائد 2 زائد 4 7، 8 زائد 3 11 1 وباليد 1، 1 زائد 6 7. فيكون الناتج بالضبط 7173. لكي نتحقق من معقولية الإجابة قدرنا المجموع ب 7100. بما أن الإجابة الدقيقة 7173 قريبة من هذه الإجابة التقديرية فإن الإجابة معقولة. وأحيانا لا نحتاج إلى التقدير، فيمكنك الجمع مباشرة. التقدير يعطي إجابة تقريبية والجمع بالضبط يعطي الإجابة الدقيقة. مثال يمثل الجدول المجاور، سنراه بالشريحة القادمة بإذن الله، عن التذاكر المبيعة يومي الأربعاء والخميس لحضور مباراتين كرة قدم. فما مجموع التذاكر المبيعة؟ هذا هو الجدول. يوم الأربعاء بيعت 5713 تذكرة، يوم الخميس بيعت 4827 تذكرة. ما هو مجموع التذاكر المبيعة؟ أول خطوة يا أعزائي نقدر 5713 نقربه إلى أقرب ألف. 7 تعطي للـ5 فتجعلها 6، لأن 7 من أعداد الكريمة كما تعلمنا. ونستبدل 7 والـ1 والـ3 بأصفار، فيصبح الناتج 6000. 8 تعطي الـ4 تعطيها تجعلها 5. 8 هذه من الأعداد الكريمة تزيد على الـ4 1 فستكون 5. و8 و2 و7 نستبدلها بأصفار، فيصبح المجموع تقريبا 6000 زائد 5000 11000. الناتج التقدير التقريبي
لهذين المجموع، لهذا المجموع هو 11,000. أما الناتج بالضبط والخطوة هذه نجمع 3 زائد 7، لا نكتب العشرة كاملة، نكتب 0 زائد 1، 1 زائد 1 زائد 2 4، 7 زائد 8 لا نكتب 15 كاملة، نكتب 5 زائد 1، ويكون 1 زائد 5 زائد 4 10، فيكون المجموع بالضبط 10,540، والمجموع تقريبا 11,000. إذا مجموع التذاكر بدا 10,540 تذكرة، وعندما قربنا المجموع فكان 11,000. هذا العدد قريب من هذا العدد، إذا الإجابة معقولة. فلنتحرك سويا إلى فقرة تأكد بالكتاب، أو ناتج الجمع ثم تحقق من معقولية الإجابة بالتقدير. نجمع بالضبط أولا ثم نقدر ونتحقق من معقولية الإجابة. هذه رقم 1 وهذه رقم 2، نريد الإجابة بالضبط. طبعا احنا بنكتبهم رأسيا تحت بعض، آحاد تحت الآحاد، عشرات تحت العشرات، المئات تحت المئات. نجمع 4 زائد 4 مباشرة 8، 9 زائد 8 17، 7 وباليد 1، 1 زائد 3 4، فيكون المجموع بالضبط 478. وعند التقدير 3 9 هذه تعطي للتلاتة 1 تجعلها 4، ونستبدل 9 و4 بصفرين، فتكون الأولى تقريبا 400، والثانية تقريبا 80، الأربعة ما تعطي للثمانية شيء، 80. 400 زائد 80 480. هل 478 قريبا من 480؟ هذه 478 الإجابة بالضبط، 480 الإجابة التقديرية، إذا الإجابة معقولة لأنهم قريبين من بعض. المسألة الثانية نجمع بالضبط 2 زائد 9 منتزعين 11، هل نكتب 11 كاملة؟ لا، لا يجوز، نكتب 1 وباليد 1، هذا هو إعادة التجميع. 2 زائد 9 11، 1 وباليد 1، 1 زائد 9 10 زائد 2 12، 2 وباليد 1، 1 زائد 5 6 4 10 0 وباليد 1، 1 زائد 1 2. الإجابة الدقيقة 2021. هذه عند تقريبها إلى أقرب 100، 9 تعطي للخمسة تجعلها 6، فتكون الأولى 1600. الثانية 2 لا تعطي للأربعة شيء، تكون 400. عند جمعهم 1600 زائد 400 يكون المجموع تقريبا 2000. هل الناتج بالضبط قريب من الناتج التقريبي؟ فعلا قريب جدا، إذا الإجابة معقولة، والناتج بالضبط هو 2021. أوجد ناتج الجمع ثم تحقق من معقولية الإجابة بالتقدير. نفس المسألة 3 و4، نعطي الناتج بالضبط 1 زائد 4 منتزين 5، 7 زائد 6 منتزين 13، هل نكتب 13 كاملة؟ لا، 3 وباليد 1، نعيد تجميعها، 1 نضع على 9 10 و8 18 وباليد 1 هذا تصير 3. هذه هي الإجابة الدقيقة 3835. وعند التحقق نقدر 9 تعطي للاثنين تجعلها 3، ونستبدل 3 أرقام بـ3 أصفار فتصبح 3000. 6 عدد كبير يعطي للثمانية فستصبح 8 9، ونستبدل أدوار الصفرين تساوي 3000 زائد 900، 3900. هل هذا العدد قريب من هذا العدد؟ نعم قريب، إذا الإجابة معقولة. كنا نريد الجمع بالضبط، 0 زائد 3 3 منتزين 8 زائد 5 كم؟ 8 زائد 5 13، 3 وباليد 1، 1 زائد 3 4 زائد 2 6، 9 زائد 8 17، 7 وباليد 1، 1 زائد 2 3. هذه هي الإجابة الدقيقة 37,633. كيف نتحقق؟ نقرب العدد هذا أولا بأقرب 1000، 3 ما تعطي شيء للتسعة فتصير التسعة كما هي 29,000.
زائد 2 ما تعرف تشيل الخمسة هذه تعطي الاثنين، خمسة هذه تعطي الاثنين تجعلها ثلاثة، فتصير الثانية 8300. طب وعند جمعهما يصير 37300. هل 37633 الإجابة الدقيقة قريبة من الإجابة التقديرية؟ نعم قريبة، إذا الإجابة معقولة. يجمع فريق أصدقاء البيئة في المدرسة الزجاجات الثريه من أجل إعادة تدويرها. فإذا جمع الفريق 178 زجاجة في الشهر الأول و 236 زجاجة في الشهر الثاني، فكم زجاجة جمع الفريق في الشهرين معا؟ ممتازين، هنا يريدون أن نجمع. نسأل الله الزين، يريدون أن نجمع العدد 178 زائد 236. 178 زائد 236، 8 زائد 6 14، 4 بيد 1، 1 زائد 7 زائد 3 11، 1 بيد 1، 1 زائد 1 2 زائد 2 4. نجمع الأحاد مع الأحاد، العشرات مع العشرات، المئات مع المئات. كما نجمع رأسيا يمكن الجمع أفقيا، بس كل منزلة مع المنزل المشابهة لها، فيكون الناتج 414 زجاجة. رقم 6، وضح أهمية ترتيب المنازل في الأعداد بعضها تحت بعض عند جميع. لماذا نرتب المنازل؟ هل يمكن جمع العشرات مع الآحاد يا أعزائي؟ لا يمكن جمع العشرات مع الآحاد، ولا يمكن جمع المئات مع العشرات. لابد أن نجمع الآحاد مع الآحاد، العشرات مع العشرات، المئات مع المئات، كي نعطي ناتج صحيح. لذا لأنك تجمع الآحاد معا والعشرات معا والمئات معا لكي يكون الناتج صحيح، فلا بد من ترتيب العددين رأسيا. ننتبه جدا، لا بد من ترتيب العددين رأسيا، الآحاد تحت الآحاد، العشرات تحت العشرات، المئات تحت المئات، آحاد الألوف تحت آحاد الألوف، ثم نجمع لإعطاء ناتج صحيح ودقيق. وإلى هنا ينتهي هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.